ريس، أنت قلت أن الضنية ما بتنسى أفضال بيتنا، ولكن الأهم أنه نحن ما بننسى وفاة الضنية على ممر السنين تجاه بيتنا. مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR ممثلة بالسيد إلي هلال، حضرة رئيس اتحاد بلديات الضنية الأستاذ محمد سعدية، رئيس رابطة مخاطير الضنية ممثلا بالمختار ساسين عون، رئيس بلدية سير الحاج أحمد علم، رؤساء البلديات، مدراء المدارس، الفعاليات الروحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، أهل بسير، أيها الحضور الكريم. أنا كتير مبسوط كون بيناتكم اليوم بهالمنطقة يلي بتربطنا فيها علاقات تاريخية، علاقات مبنية على المحبة والعطاء والوفاء. هالمنطقة يلي كانت عزيزة على قلب الرئيس رني معوض وبقيت بضمير مؤسستنا مؤسسة رني معوض. من المستوصف الجوال يلي ابتدينا فيه بأوائل التسعينات لتقديم شاحنة لجمع النفايات للبلدية للمساهمة بإنشاء مركز رياضي بالشراكة مع CHF وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، لتنظيم دورات للتوعية والإرشاد بشكل دائم، إضافة للعديد من المشاريع الإنمائية اللي نفذناها من المنية لجرد الضنية. بقيت الضنية وسير بشكل أخص بصلب اهتمامات المؤسسة، وبقينا سوا بالسراء والضراء مجتمعين اليوم لنحتفل بإنجاز خط للصرف الصحي بمنطقة الشقعة بسير بطول 438 متر، ويلي نفذته مؤسسة رني معوض بالتعاون مع بلدية سير ومصلحة مياه لبنان الشمالي وبتمويل من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR. هيدا المشروع هو استكمال لمشروع منفذ سنة 2015 على مرحلتين، 700 متر نفذتهم بلدية سير على نفقتها الخاصة، و350 متر نفذتهم مؤسسة رني معوض بالشراكة مع المؤسسة الإيطالية CISP، وكمان بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR. يعني من سنة 2015 لليوم تم تنفيذ حوالي 1500 متر يلي كانوا لازمين لربط شبكة الصرف الصحي التابعة لسير بالشبكة الرئيسية، ولرفع ضرر الصرف الصحي لبلدتي بقرصونة وبعصفرين عن نهر سير من خلال وصله على الشبكة المنفذة. 1500 متر، هال 1500 متر ما بيكلفوا ملايين دولارات، بس بنفس الوقت حققوا تغيير جذري وحقيقي بحياة الناس بسير. وسير منا ضيعة صغيرة، سير بلدة بيعيش فيها لحد 10500 شخص إضافة ل 6000 نازح سوري. كل هالناس كانوا عم يدفعوا ثمن المجارير الفاتحة حواليهم مع ما بتسببوا من روايح وجراثيم وأمراض وتلوث للبيئة وتلوث لمياه الري بنسبة 70% بحسب الفحوصات يلي انعملت. تلوث لمياه الري بمنطقة مدخولة الأساسي من الزراعة. وحل كل هالمشكلة كان بده بس خط للصرف الصحي بطول 1500 متر. هالمثل الحي اللي منه استثناء، بل حالة من الحرمان المعممة على معظم مدننا وبلداتنا وقرانا وبكل المناطق اللبنانية. هالمثل بيأكد أن النظام المركزي فشل بتأمين الإنماء وأنه حان الوقت لتفعيل اللامركزية. شاكي رئيس، لأنه الإنماء الفعلي ما بينطلق إلا عبر تمكين وتفعيل دور البلديات والسلطات المحلية مثل ما هو الحال بكل الدول المتطورة بالعالم. والمشروع يلي عم نفتتحه اليوم بجسد هالشراكة الناجحة بين السلطات المحلية من جهة، يعني البلديات
يلي هي اللي بتعرف تحدد حاجات مجتمعيتها، وبين المؤسسات الدولية المانحة من جهة تانية، الممثلة اليوم بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الـ UNHCR، ويلي نحن دائما بحاجة لدعمها بظل النقص بالقدرات، وبين من جهة ثالثة المؤسسات غير الحكومية مثل مؤسسة رني معوض يلي عندها القدرة وصار عندها خبرة واسعة بتنفيذ هيك نوع من المشاريع. نحن كمؤسسة رني معوض بنعتبر أنه الإنسان وحريته وكرامته وبقاؤه بأرضه هن بأساس رسالتنا. نوعدكم أن ما رح نوفر جهد بمساندة شركائنا الدوليين تنأمن حياة كريمة للمواطنين وتيبقى اللبناني بأرضه. بالختام اسمحوا لي أشكر الـ UNHCR يلي ممثل اليوم بيناتنا بالأستاذ إلي هلال، وبدي أشكر كمان بلدية سير رئيساً وأعضاءً، وهيدا مش أول مشروع بنعمله سوا رئيس. وبشكر فريق عمل مؤسسة رني معوض يلي عم يثبت يوم بعد يوم مدى حرفيته وكفاءته وقدرته أنه يحمل هالمسؤولية. كل عيد وأنتم بخير، وإن شاء الله سنة جديدة تكون خير عليكم وعلى لبنان. إلى اللقاء لمزيد من المشاريع ولمزيد من الأنماء، وشكراً.